اهلا وسهلا بيكم مره تاني. تعال نبص كده على نوع تاني من الاسئله. اكمل العبارات الاتيه بكلمه او التاليه بكلمات مناسبه مما بين الاقواس. جت في كذا محافظه السنه اللي فاتت وحاجات سهله خالص ان شاء الله. نيلسون، السويس، طولون، ابو قير، شبرخيت، مينو. ابحرت القوات الحمله الفرنسيه من ميناء نقط سرا من ميناء طولون. وبعد اذنك وانت بتجاوب على الاسئله دي يعني تكتب الاجابه وتعمل خط فوق الاختيار اللي انت اخترته. التقت قوات الحمله الفرنسيه قوات المماليك بالقرب من شبرخيت في البحيره سنه 98. اغرق الاسطول البريطاني بقياده نقط الاسطول الفرنسي نيلسون في خليج ابو قير. السؤال الثاني بيقول محمد علي، الوالي، فريزر، نيلسون، محمد بك الالفي، السلطان. كان عام 1805 اول مره يعزل فيها الوالي في تاريخ مصر الحديث من قبل الشعب. قرر زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف عزل الوالي العثماني وتولية محمد علي. سعت بريطانيا الى تولية نقط حكم مصر محمد بك الالفي. ارسلت انجلترا حملة الى مصر سنة 1807 بقيادة فريزر. السؤال الثالث، البنوك ابراهيم، عباس الاول، سعيد، توفيق، اسماعيل، الاراضي. اغلقت معظم المدارس في عهد عباس الاول. تنازلت الحكومة المصرية عن نقط المطلوبة لانشاء القناة المالحة عن الاراضي. ثلاثة، منح نقط لفريندانج دي ليسيبس امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس، سعيد باشا. تم في عهد الخديوي نقط تعيين مراقبين اجنبيين احدهما بريطاني للايرادات والاخر فرنسي للمصروفات، الخديوي اسماعيل. نبص كده على السؤال الثاني او سؤال جديد، ماذا يحدث اذا، ودايما بنتخنق منه او يعني بنحس ان هو صعب مع انه سهل جدا. لم تتحول تجارة الشرق بين الى طريق رأس الرجاء الصالح. هات الحاجة يعني حاول تجاوبها بإيجابية. لم تتعرض دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي. طيب ماذا يحدث إذا لم يتم اكتشاف حجر رشيد؟ لم يتم التعرف على التاريخ المصري القديم؟ دي أهم أسئلة موجودة إن شاء الله. ماذا يحدث إذا لم يقم محمد بك أبو الدهب بخيانة سيده علي بك الكبير لنجحت حركة علي بك الاستقلالية واستقل بحكم مصر عن الدولة العثمانية؟ هزمت القوات العثمانية في موقعة مرج ضابط. لم تصبح بلاد الشام ولاية عثمانية ولم يتجه العثمانيين إلى مصر. لم يقاوم محمد فريد مشروع مد امتياز قناة السويس. لا نجحت شركة قناة السويس في مد امتياز قناة السويس 40 عاما أخرى. ماذا يحدث إذا نجحت حملة فريزر في تحقيق أهدافها؟ لاحتلت مصر وخلعت محمد علي من الحكم وتولى محمد بك الألفي حكم مصر. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على تدهور الحياة الفكرية والثقافية بمصر أثناء الحكم العثماني؟ طبعا اهتزت مكانة الأزهر العلمية ولم يكن هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، ولكن كان هناك اهتمام بالعلوم الشرعية، وتدهورت الحياة الأدبية وانتشر الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. ما النتائج المترتبة على تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية أغسطس سنة 1798؟ القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر، وتوقف حركة التجارة الدولية. بالله عليك دي أهم أسئلة متوقعة والله. ثلاثة، مذبحة يافا البشرية. أدى ذلك إلى استبسال أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار. لو قلنا على حروب السودان من 1820 ل 1822، أدى ذلك إلى امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان وإنشاء مدينة الخرطوم واكتشاف منابع نهر النيل. السؤال اللي جاي خمسة، مهم جدا، ما النتائج المترتبة على حروب اليونان من 1821 ل 1828؟ أدى ذلك إلى هزيمة الجيش وتحطيم الأسطول المصري في معركة نافارين 1827، ضم جزيرة كريت لولاية مصر، مهمة جدا خد بالك، وعلو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب. ما النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل سنة 1881؟
استجاب الخديوي توفيق لمطلبهم فعزل عثمان رفقي وعين مكانه محمود سامي البارودي ناظر للجهادية. 7 إصدار السلطان العثماني منشورا بعصيان عرابي ما النتائج المترتبة على أدى ذلك إلى ضعف الروح المعنوية للمقاتلين المصريين. وممكن يجي لك على رأي على هيئة ما رأيك في إصدار السلطان العثماني منشورا بعصيان عرابي في سبتمبر 1882. طبعا هتقول له لا أوافق على هذا الرأي لأن هذا المنشور أضعف الروح المعنوية للمقاتلين المصريين. ما النتائج المترتبة على معركة التل الكبير؟ أدى ذلك إلى هزيمة الجيش المصري على الرغم من البطولات والمقاومة الباسلة للعربيين واتجاه القوات البريطانية لاحتلال القاهرة. تنديد مصطفى كامل بحديث الدينشواي، سؤال ده مهم، 1906، أدى ذلك إلى استقالة اللورد كرومر أول وأقوى معتمد بريطاني في مصر. 10 صدور تصريح 28 فبراير 1922، خد بالك مهم قوي، أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر في مارس 1922، وأعيدت وزارة الخارجية المصرية شكلت وزارة عبد الخالق ثروت باشا لجنة من 30 عضو لإعداد الدستور الذي عرف بدستور 1923. ما النتائج المترتبة على اغتيال السير ليستاك 19 نوفمبر 1924؟ ترتب على ذلك تقديم المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي انذاره للحكومة المصرية وطلب عدة مطالب، منها سحب الجيش المصري من السودان مما أدى إلى استقالة وزارة سعد زغلول وتأليف وزارة برئاسة زيور باشا التي قبلت المطالب البريطانية. معاهدة 36 مهمة جدا، ما النتائج المترتبة على معاهدة 36؟ انتهاء احتلال مصر عسكريا مع بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، انضمام مصر إلى عصبة الأمم، إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر مونترو مهم جدا 1937، وحرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع هذه المعاهدة، وعودة الجيش المصري للسودان. تعال نتكلم كده على سؤال تاني، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ لازم على الأقل يجي لك 5 منهم في الامتحان، 3 أيا كان إن شاء الله يجي يعني. هزم الصفويين في معركة جلد إيران 1514 ودخل عاصمتهم تبريز سليم الأول. قائد المماليك في معركة الريدانية 1517 تومان باي. صار الحاكم الفعلي لمصر سنة 68 وتحالف مع الشيخ ظاهر العمر علي بك الكبير. أعدم رميا بالرصاص في سبتمبر 98 للتصدي للحملة الفرنسية في الإسكندرية محمد كرايب. قاد ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين عمر مكرم. أنشأ الدواوين لتدريب المصريين على نظام مجالس الشورى هو نابليون. تولى قيادة الحملة الفرنسية فقام بعمل خطة إصلاحية في العديد من المجالات مينو. أحد بكوات المماليك حاولت إنجلترا تولية حكم مصر هو محمد بك الألفي. خلعه محمد علي من نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط عمر مكرم. قائد الحملة الإنجليزية على مصر 1807 فريزر. قام بتأسيس كل من المطبعة الأميرية وترسانة في بولاق محمد علي. قام بتطهير البحر الأحمر من القرصنة واهتم بالمواني المصرية محمد علي. أتم خط السكة الحديد بين القاهرة، خد بالك من بدأ وأتم، بدأ عباس الأول إنما أتم يبقى الخديوي سعيد. أتم خط سكة الحديد بين القاهرة والإسكندرية عام 1852 سعيد باشا. جعل مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة إجبارية للجميع سعيد باشا. أنشأ دار الكتب المصرية الخديوي إسماعيل. أسس مجلس شورى النواب 1866 الخديوي إسماعيل، ويعتبر بداية الحياة النيابية في مصر 1866. أعاد المراقبة الثنائية وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا الخديوي توفيق. خطيب الثورة العربية ولم تستطع الحكومة القبض عليه عبد الله النديم. صمد بقواته أمام القوات البريطانية وقاتلهم حتى استشهد محمد عبيد. طالب بالدستور وأصدر جريدة اللواء مصطفى كامل. الخديوي الذي تحول عن مؤازرة الحركة الوطنية إلى موالاة الاحتلال هو عباس حلم الثاني. دعا إلى إنشاء نقابات العمال وإنشاء المدارس الشعب الليلية محمد فريد.
دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي للسودان مصطفى كامل، أعلن المبادئ 14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها هو الرئيس الأمريكي ويلسون. شكل لجنة من 30 عضوا لإعداد الدستور 23 عبد الخالق ثروت أرسلته الحكومة البريطانية لإقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية ميلنر. ألغى دستور 23 ووضع مكانه دستور 30 إسماعيل صدقي. قبلت وزارته صاحب الجيش المصري من السودان زيور باشا، وقع معاهدة 36 مع الإنجليز ثم ألغاها 51 مصطفى النحاس، وتولى رئاسة الحكومة المصرية بعد حادثة 4 فبراير 42 مصطفى النحاس. انتظروني في أهم أسئلة متوقعة إن شاء الله ليلة الامتحان إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم في مستمرين طبعا في المراجعه النهائيه وليله الامتحان للشهاده الاعداديه ماده التاريخ. في سؤال بيقول ما المقصود بكل من، او اكتب ما تشير اليه كل عباره مما ياتي. يعني ايه نظام الالتزام؟ هو نظام تم تطبيقه مع ضعف الدوله العثمانيه في منتصف القرن ال17. طيب حق الانتفاع، نظام جعل الأرض الزراعية ملكا للدولة العثمانية متمثلة في السلطان العثماني، ويتم تكليف الفلاح بزراعتها وليس له الحق في التصرف فيها. يعني ايه مقاومة؟ رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. ما المقصود بجلاء؟ رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. فرمان، أمر سلطاني يصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية ويجب التنفيذ. نظام الاحتكار، هو نظام تقوم فيه الحكومة متمثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أثمان شرائها وأثمان بيعها في السوق. معاهدة لندن، يعني ايه معاهدة لندن 1840؟ معاهدة دولية فرضت على محمد علي من الدول الأوروبية خشية ازدياد نفوذه. اللائحة السعيدية 1858 هي لائحة أصدرها الخديوي سعيد، بموجبها أصبح الفلاح حق في توريث الأرض الزراعية. ما المقصود بالمحاكم القنصلية؟ هي محاكم تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الرعايا الأجانب ضد المصريين والحكومة المصرية نفسها. ما المقصود بالمحاكم المختلطة؟ هي محاكم أقامها الخديوي إسماعيل 1875 للفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقارية بين المصريين والأجانب. صندوق الدين، أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل وكان بمثابة خزانة فرعية للخزانة المصرية، ويتولى الإشراف على تسديد الديون لأصحابها. ما المقصود بالاحتلال؟ الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. الاتفاق الودي، يعني ايه؟ اتفاق بين فرنسا وانجلترا نص على انفراد انجلترا بحكم مصر مقابل انفراد فرنسا بحكم مراكش اللي هي المغرب حاليا. الحماية البريطانية هي خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. نيجي بقى تاني لنوعية اخرى من الاسئلة، طبعا مهمة جدا، وانت عارف البهاريس كلها في الاخر، خد بال، هي الاسئلة العامة. فيجي يقولك في الامتحان اذكر عوامل قيام ثورة 1919، او اذكر 2 أو 3 من عوامل قيام ثورة 1919: ازدياد الوعي الوطني لدى المصريين، الاجراءات العنيفة التي اتخذتها سلطات الاحتلال اثناء الحرب العالمية الاولى، ادعاء انجلترا وحلفائها بانها تحارب من اجل حرية الشعوب واستقلالها، اعلان مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون 14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها. السؤال الثاني بيقول: ما موقف محمد علي من ثورة الشعب المصري في مارس 1804؟ خاف محمد علي أن تصيب الثورة جنوده، فقام بالانضمام إلى العلماء والمشايخ، واختلط بالأهالي الساقطين، وتعهد للعلماء بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس. أذكر أسباب الثورة العربية: 1. ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر نتيجة القروض. فقدان مصر من نصيبها، حد فاكر نصيبها كام؟ 15%، برافو عليك، من أسهم شركة قناة السويس، بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية الغربية التي أدت إلى نمو الوعي القومي وسوء أحوال مصر الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا، واضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيته.
السؤال الجاي مهم جدا، اذكر اهم شروط الامتياز الثاني لحفر قناة السويس سنة 56 1856. تمنح الحكومة المصرية امتياز انشاء قناة السويس وحفر ترعة المياه الصالحة للملاحة النيلية هي ترعة الاسماعيلية، وانشاء فرعين للري والشرب يستمدان مياههما من ترعة الاسماعيلية، وتتنازل الحكومة المصرية للشركة مجانا عن جميع الأراضي المملوكة لها والمطلوبة لإنشاء القناة المالحة والمياه العذبة. يكون 4/5 العمال من المصريين للشركة الحق في فرض ما تشاء من رسوم على السفن التي تمر في القناة البحرية أو الترعة العذبة، وتحصل مصر على 15% من صافي الأرباح. واشترط لصحة الامتياز أن يصدق عليه السلطان العثماني. السؤال اللي بعده، اذكر مطالب الوفد المصري من السير وينجت سنة 1918: إلغاء الحماية البريطانية والاستقلال، إنهاء الأحكام العرفية، إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات، السماح لهم بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح لعرض القضية المصرية. السؤال اللي بعده بيقول: أيد صحة العبارة التالية: كان لدستور 1920 العديد من المزايا والعيوب. أولا المزايا اللي هي الإيجابيات، كان خطوة في تقرير إن مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، حيث وضع نهاية للحكم المطلق وأقر مبدأ المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات واحترام الحريات العامة. أما السلبيات اللي هي العيوب، أعطى للملك سلطات واسعة إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعطاه حق حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. السؤال السابع بيقول: اذكر 3 من نصوص معاهدة 1936: جلاء القوات البريطانية عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى ما عدا منطقة قناة السويس، وضع المواني والمطارات وطرق المواصلات المصرية تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب، ومساعدة بريطانيا لمصر للانضمام لعصبة الأمم. دلل تاريخيا على أظهرت ثورة 19 وحدة عناصر الأمة. هقول له طبعا كانت ثورة 19 ثورة شعبية شاملة، حيث شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري، مما يؤكد على الوحدة الوطنية للأمة أو بين أبناء الأمة. السؤال اللي بعده بيقول: قارن بين جهود مصطفى كامل الداخلية والخارجية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي. داخليا مصطفى كامل طالب بالدستور وأسس جريدة اللواء سنة 1900، وأسس الحزب الوطني 1907، وطالب بإنشاء الجامعة المصرية 1980. طب خارجيا، دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان 1899، وعرف الرأي العام الأوروبي في مقدمتها فرنسا بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال، واستغل حادثة دينشواي سنة 1906 مما أدى إلى استقالة اللورد كرومر. السؤال اللي بعده بيقول: دلل على صحة العبارة الآتية: تعتبر نتائج الحملة الفرنسية أعظم ما خلفته الحملة من نتائج. طبعا دراسة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء المجمع العلمي، وتأليف كتاب وصف مصر، واكتشاف حجر رشيد. السؤال اللي بعده بيقول: إن احتلال البريطاني لمصر فرض سياسة اقتصادية تخدم المصالح البريطانية. دلل. أقول له: توسع في زراعة القطن لتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع البريطانية، ومحاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصري. السؤال اللي جاي مهم جدا يا جماعة: ما العلاقة بين سياسة محمد علي الاقتصادية والبناء الاجتماعي في مصر؟ حيث أدت سياسته الاقتصادية إلى تدهور واختفاء قوى اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى، مثل انتهاء نفوذ المماليك كهيئة حاكمة، وحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية، وتضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وظهور طبقة الأعيان وطبقة عمال الصناعة، وتدهورت طبقة التجار، وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. طيب، نظم محمد علي الاحتكار المصري في الزراعة والصناعة والتجارة على أساس الاحتكار. في ضوء هذه العبارة، وضح أسباب اعتماد محمد علي على الاحتكار في الزراعة والصناعة والتجارة، وكيف طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجارة، وما رأيك في نظام الاحتكار الذي اتبعه محمد علي في التجارة والزراعة والصناعة؟ هقول السؤال الأول أو الإجابة السؤال الأول: اعتمد محمد علي على نظام الاحتكار ليضمن دخول
الدخول في سوق التجارة الدولية. وكيف طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجارة عن طريق تسويق الحاصلات الزراعية بعد شرائها وجمعها في المخازن، والبيع للتجار الأجانب في مصر، والبيع في الخارج لحساب الحكومة المصرية، واحتكر تجارة الواردات. طيب ما رأيك؟ طبعا هقول له أوافق على تطبيق نظام الاحتكار، لأنه ضمن لمصر المنافسة في سوق التجارة الدولية منافسا للدول الأخرى. أنا كنت سعيد بكم النهاردة إن شاء الله، يا رب يكون قد أسعدتكم. تناولنا النهاردة كل النقاط المهمة، أسئلة بما تفسر، ماذا يحدث، ما النتائج، اكتب ما تشير إليه العبارة، أكمل، اختر الإجابة الصحيحة. إن شاء الله رب الامتحان مش خارج من اللي احنا قلناه إن شاء الله رب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.